إيه. متزوج؟ متزوج وعندتين جهال. آه ما شاء الله، ليش قد عمرك؟ والدي 2001 عمره 22 سنة. صغير؟ إي صغير. شو وقت تزوجت تقريباً؟ ب 2021. 2021 تزوجت، إيه. الحمد لله خير من الله والله ساترها. الحمد لله. واشتغل يعني ما أقعد يوميا اشتغل واطلع شنو اشتغلت خلال يعني حياتك جعفر؟ كنت مأجر بالسوق مال بريدي. إيه. بس بسبب الدولار يعني الشغل تعب. مأجر محل غير؟ كنت مأجر. شو تبيع بهذا المحل؟ أبيع على المواسم ملابس قرطاسية. إيه. حسب المواسم. إيه. إيه بس يعني شفت الشغل يعني قل ما قعدت جيت وطلعت للشغل. عاشت إيدك. وإيدي شاطرة. يعني أنت تحديت الظروف؟ وقلت لازم اشتغل واصرف على نفسي وعلى زوجتي واطفالي. اي الحمد لله ما قعدت حتى ساكت. للبيت واي اطم اصرف يعني مو بس زوجتي ولي. اي للوالد والوالده. اي لا الوالد الحمد لله يشتغل. اي بس اطل والدتي ويعني الحمد لله الله ساترها. بارك الله بك. زين جعفر عندي لك سؤال. سؤال وجواب. اريدك تعدد لي 3 مناطق ببغداد. بغداد، المنصور، الكرادة، شارع فلسطين. عاشت إيدك، فزت ويانا بجائزة مقدمة من قناة الفرات الفضائية، تتهنى بيها يا جعفر. شكور عيوني. وتستاهل، وإن شاء الله يا ربي أشوفك دائماً مرتاح والله. والله يرزقك خير بعد أكثر من هذا اللي أنت بيه، ما طول عندك هاي القناعة. شكور يا طيبة، وأشكر قناة الفرات تدللون على تغطيتها الخاصة، وأنتم طيبين وأنا أحد متابعينك على رأس. كل البرامج نتشرف. أديك أخلاق يعني الله يستر عليك. تجول عينك أخويا العزيز. تسلم والله. تسلم.